لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. تضل على العالم كله. يا رب. أنا هحددك على حسابنا مش على حساب مصر. أنا يا فرينا ما تشوف مرض. إن شاء الله يراضيك يا أم. ولد عندي سرطان والله. أنت عايزاني أعمله كله. إن شاء الله ينديك يا ولد، ما حد يضرك وخلي لك ولاداتك وبارك فيك ويرضيك. ربنا يسعدك ويخليك ويحميك من كل شر. تحياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه، وكل سنه وحضراتكم بألف خير وسعاده. لما نيجي نتكلم عن مصطلح مصر الجديده او وصف مصر الجديده، ما بنقصدش بيه حي مصر الجديده بقدر ما احنا بنقصد بيه الثقافه اللي بتبقى موجوده دلوقتي في مجتمعنا المصري، وبتتولد وبتكبر يوم بعد يوم وبنتطور اكتر. الثقافة دي بتبقى شاملة كل طبقاتنا المختلفة، سواء طبقات اجتماعية، سواء طبقات ثقافية، سواء طبقات اقتصادية. الكلام ده كله بيفرق معانا جدا في جذور مصر الجديدة. التاريخ الاجتماعي المصري لما نيجي نقرأ فيه ونشوفه ونشوف ايه اللي حصل المصريين عبر التاريخ، هنلاقي ان في تطور جدا لسلوكياتنا ولثقافتنا بشكل كبير جدا، وتعاملاتنا ومواقفنا. السلوكيات دي كان منها الإيجابي وكان منها السلبي. الحقيقة في الفترة اللي احنا عايشين فيها دي، وبنتكلم تحديدا يعني خلال 6 سنين فاتت ولحد دلوقتي، بدأنا نشوف ان في ثقافة بتتغير، ثقافة سلوكية اكتر بتتغير، سواء كانت في مؤسسات مجتمعنا او سواء كمان في طريقة التعامل اللي بنشوفها ما بين بقى مؤسسات الدولة وما بين المواطن المصري. ما كناش بنشوف في لحظة من اللحظات الاهتمام بفئات معينة في المجتمع، كنا دايما بنشوف ان هي بتتحط في إطار كلاشي او مصطلح بس كده صوري وليس فعلي على أرض الواقع. لما كنا بنتكلم على الاهتمام بالمرأة، كنا بنشوف اهتمام بالمرأة بس على استحياء، وكان كده في درجة من درجات الحسبان، وإن لأ لازم يكون القيادات بشكل معينة، لأ ما تكونش فيها المرأة عشان بيبقى فيها حسابات ولأ والكلام ده كله، وظروفها الاجتماعية أكيد هتأثر على الشغل. لكن في الفترة اللي احنا عايشين فيها شفنا قيادات من السيدات والمرأة. لو بنتكلم عن الشباب، في فترة من الفترات في حياتنا كنا عمرنا ما نتخيل في لحظة من اللحظات إن ممكن يكون في نائب محافظ شاب. لا يمكن كنا نسمع عن مؤسسة بتأهل وبتدرب الشباب عشان يصلحوا للقيادات بعد كده في عمرهم. عمرنا ما كنا بنشوف إن وزير أو رئيس دولة بيتكلم مع الشباب وبيتحاور معاهم وبيتناقش معاهم في قضايا بتهمهم. إحنا في السنين دي شفنا المشهد ده وعشناه بشكل كبير. في لحظة من اللحظات في تاريخنا الاجتماعي عمرنا ما شفنا مصر بتهتم بطبقة وفئة معينة وفئة عظيمة جدا اسمها ذوي القدرات المختلفة أو ذوي القدرات الخاصة. عشنا وشفنا اليوم اللي فيه اهتمام واستثمار حقيقي لهذه الفئة العظيمة، هذه الفئة اللي بتتمتع بقدرات مختلفة ممكن ان احنا نقدر ان احنا نستثمرها. قبل كده كان بيقتصر الاهتمام بهذه الطبقة العظيمة للأسف في نظرة الرحمة أو نظرة الشفقة، لكن على أرض الواقع أن يتم حاجة اسمها أو مصطلح عظيم قوي اسمه الدمج الحقيقي، ما كناش بنشوفه غير في مؤسسات نوعية وليها استقلالها الخاص، لكن أن هي تكون سياسة عامة في بلدنا أعتقد ده ما شفناهوش
غير في الوقت ده. لو بنتكلم عن الفئات الأولى بالرعاية، أهالينا اللي احنا كنا بنشوفهم في محافظات الصعيد ومحافظات مختلفة في مصر، برضو ما كناش بنشوف قد إيه بيبقى فيه اهتمام حقيقي، أو على الأقل نكون عارفين احنا كمصر وكدولة إن في حصر بأعداد أهالينا اللي محتاجين فعلا الرعاية. لما كنا بننزل الشوارع كنا بنشوف مشاهد قاسية جدا الحقيقة إنسانيا، وكنا بنشوف إن في حد من أهالينا للأسف بلا مأوى، وللأسف مفيش حد بيسأل عنه. وبنلاقي إن مثلا ظروف زي اللي احنا بنعيشها دلوقتي، ظروف في الطقس وفي الجو، الجو بيبرد بالليل وما بنلاقيش حد ممكن يغطيه، أو حد ممكن يعني يقول له أنت عايز حاجة أو محتاج حاجة. في مصر شفنا خلال السنين دي إن فعلا في التفات واضح جدا، وخدمة بتتقدم سواء خدمة صحية أو خدمة اجتماعية، سواء للأطفال بلا مأوى أو للكبار بلا مأوى. لو بنتكلم عن فئة عظيمة جدا 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 جدا، بنتكلم عن فئة المسنين اللي بنشيلهم دايما على راسنا، ونقول قد إيه الفئة دي بيتم استثمارها في بلاد برة، ودايما كان بيبقى عندنا عقدة الخواجة كده اللي احنا بنشوفه، ازاي المسنين والحياة بتبدأ بعد الستين، والثقافة دي مش موجودة عندنا في مصر. بدأنا نشوف على أرض الواقع فعلا ان بيبقى فيه استثمار حقيقي، وان الفئات العظيمة دي تتشال فوق الراس. لو هنتكلم على الجوانب الإنسانية، انا ما بتكلمتش سياسة خالص مع حضراتكم، انا بتكلم معاكم كواحدة مصرية عاشت وشافت وكانت يعني بتشوف بعين كده، ممكن أقول إيه، مش ناقدة ولكن مركزة شوية، إن في مشاهد سلبية كتيرة كنا بنعيشها، وبدأنا كلنا نشوف إن فعلا في تغيير، في حاجة اسمها مصر الجديدة، في مرحلة إحنا هنقراها في التاريخ الاجتماعي لمصر، وهنقول لا ده في تغيير ثقافي وجذري بشكل كبير جدا بيتم على أرض مصر. يمكن اللي أنا قلته ده على سبيل المثال للحصر، لكن هو ده اللي جه على بالي أو جه في دماغي كده بشكل ارتجالي سريع مع حضراتكم في المقدمة. هنتكلم في الموضوعات دي، وقد إيه إحنا برضو لينا دور مع مصر مع دولتنا، إن إحنا لازم نكون أو بننمي ثقافتنا الإيجابية بشكل كبير، وثقافتنا السلوكية في تعاملاتنا، ونبدأ نركز مع نفسنا ونبدأ نركز مع الآخر، وما نحصرش فكرة إن مصلحتي الشخصية هي الأهم عن المصلحة العامة. لا، أنت جزء حضرتك من المجتمع، أنت واجب عليك إن أنت تهتم برضو بالفئات اللي احنا ذكرناها دي. الدولة ليها دور وبتقوم بيه، لكن أنت برضو كمواطن مصري لازم كلنا فعلا نساعد بعض. الكلام ده مش كلام إنشائي ولا كلام اعتباطي ولا كلام مثلا ممكن أقوله كده عشان أنا طالعة في التلفزيون وبقول لحضراتكم، لكن ده حقيقي، ده دور الأديان السماوية كلها حست عليه، إنسانيتك بتحس عليه، إن لازم إن احنا كلنا نكون مع بعض، وفي روح التعاون وفي روح الثقافة وفي روح إن احنا كلنا في وطن واحد وفي بيت واحد. أكيد لو احنا في شقة واحدة، أخويا اللي جنبي في الأوضة لو سمعته مثلا إن هو لا قدر الله بيتألم أو محتاج حاجة، أكيد هخبط عليه وأسأل. كذلك برضو يعني ده دورنا تجاه بعض. هنتكلم في المحاور دي الأساسية في موضوعنا الأساسي وفقرتنا الأساسية مع الكاتبة الصحفية الكبيرة والعزيزة الأستاذة فريدة الشباشي. لكن نبدأ أخبارنا. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، وحضر اختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ناقش عددا من الطلاب المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد. النهاردة كان في حدث مهم جدا ومفرح كمان، يعني بشكل كده عام تبعناه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أطلق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة بعنوان نتشارك علشان بكرة. ده كان في احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. خلال الاحتفالية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أعرب خلالها عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل في إطلاق صندوق تحيا مصر كأكبر قافلة لمساعدات إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية. رئيس الوزراء قال كمان أن ما يحدث اليوم هو إنجاز يضاف إلى قائمة نجاحات صندوق تحيا مصر. وكمان قال لرئيس الوزراء إن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأولى بالرعاية، خاصة ونحن نواجه جائحة كورونا والتي ضربت العالم خلال العام الجاري. محتاجين إن احنا نتكلم في الرسائل المجتمعية اللي احنا شفناها النهاردة ودور صندوق تحيا مصر بشكل كبير سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا. معنا الدكتور عصام الجوهري عضو هيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط. يا دكتور عصام تحياتي لحضرتك. دكتور عصام اهلا بيك، يا مساء الخير، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ لو بنتكلم على دور صندوق تحيا مصر بشكل كبير جدا خاصه النهارده واطلاق هذه القافله الانسانيه في المقام الاول. الحقيقه ان صندوق تحيا مصر هو راس حربه المجتمع المدني في مصر الان. طبعا المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي لازم يبقوا عارفين ان المجتمع المدني معناها الجمعيات الخيريه و وكل المنظمات اللي بتعمل لصالح الانسان وهي مش حكوميه. زي رساله والاورمان ومصر الخير وخلافه من الجمعيات. لكن صندوق تحيا مصر فاق ده كله وبقى له دور اجتماعي بارز منذ نشاته ومنذ ان دعا اليه السيد الرئيس من 6 سنوات. واللي بيحصل النهارده واللي بيعمله النهارده ده شيء مش غريب، لكنه شيء علمي بحت. علمي يعني ايه؟ في عندنا حاجه اسمها السوشيال انكلوجن، الاحتواء الاجتماعي. اللي بيعمله الصندوق النهارده هو نموذج على حاجه اسمها الاحتواء الاجتماعي. بيخدم على اهداف خطه التنميه المستدامه لما بيعمل الاحتواء الاجتماعي، لانه بيخلي الجزء بتاع ثمره الانتاج والاقتصاد المصري تروح لمستحقيها، كل فئات المجتمع. في ناس بتنتج وبتشتغل وكل حاجه، لكن في اسر اولى بالرعايه. الصندوق النهارده رايح لمليون اسره، حاجه ما حصلتش قبل كده في التاريخ، بتكلفه تزيد عن المليار جنيه، مواد غذائيه، بطاطين. ده بيحاول يساعد الفئات الاكثر الاولى بالرعايه في ان هم يتعايشوا مع الواقع. يعني احنا ما شفناش المبادره دي من اي جمعيه او من اي حاجه في المجتمع المدني بالشكل ده او بالحجم ده قبل كده، ناهيك عن كميه المشروعات طبعا اللي عملها الصندوق خلال الفتره اللي فاتت من تطوير العشوائيات وخلافه يعني. لكن هو بيرسخ لفكره السوشيال انكلوجن او الاحتواء الاجتماعي. فمبادره طبعا بنشكر عليها القائمين عليها ودوله رئيس الوزراء والسيد الرئيس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عصام الجوهري عضو هيئه الاستشاريه بمعهد التخطيط القومي بوزاره التخطيط. نظام الحمدين القطري مش جديد عليه ان هو يحاول يلعب على الحبال زي ما بنقول كده بالعاميه المصريه عشان يحاول يحقق اي مكاسب، يعني اتفقنا الغايه تبرر الوسيله بغض النظر عن شرعيه الوسيله من عدمها. الكلام ده في اي مكان هو بيحاول ان هو يمارسه بالكذب، التضليل، النفاق، يعني زي ما احنا عارفين، وده مش اول حاجه هتبقى معانا. يعني عايزين نعرف اكتر يعني بعض الحقائق والتفاصيل خاصه في ملف حقوق الإنسان والانتهاكات اللي بتحصل، عشان كده احنا محتاجين نشوف العرض ده ونرجع تاني لحضراتكم. We'll be right back.
استاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير جريده الاهرام معانا دلوقتي على التليفون عشان نتكلم معاه في انتهاكات قطر لحقوق الانسان. استاذ اشرف تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك استاذه ايه ولكافه المشاهدين، اهلا وسهلا. تابعنا بعض المعلومات كده السريعه للانتهاكات القطريه لحقوق الانسان، لو بنتكلم عن العماله الاجنبيه، لو بنتكلم عن المراه سواء المراه المتزوجه من غير قطري او اجنبي، او ايضا يعني الكثير من البنود اللي شاهدناها في العرض المعلوماتي، نقدر نعلق ونقول على يعني نقول ايه بالظبط او ايه اللي بتعول عليه قطر في انتهاك حقوق الانسان؟ يعني اولا لازم نفرق بين حاجتين، معامله الشعب القطري ومعامله الدوله او الحكومه القطريه. معامله الشعب القطري ربما كانت افضل، لكن الحكومه القطريه تعمل بشكل عنصري ضد العماله الاجنبيه، ضد كل من هو ليس قطري. يعني لدينا امثله عديده، هذه العماله الاجنبيه التي تم جلبها باعداد هائله، مئات الالاف، من اجل ان يقوموا ب تنفيذ الإنشاءات الخاصة باستضافة كأس العالم، لكن هذه العمالة تعامل وكأنها عبيد، تعامل بالسخرة، تشبه يعني في معظم الأحيان ما حدث أثناء حفر قناة السويس. أماكن إقامتهم أماكن سيئة جدا، التعامل المادي معهم هو يعني قليل جدا، ولكن للأسف لأنه بلادهم ربما تعاني مشاكل اقتصادية فهم يتحملون، ومع ذلك الرواتب التي تدفع لهم تتأخر غالبا ويتم خصم مبالغ كبيرة منهم. الأجانب في قطر يعني وخاصة الأسيويين والذين ينتمون إلى دول يعني لا تقيم لها قطر حساب، تتعامل معهم بشكل فوقي كبير جدا. يعني التقارير الدولية كلها أدانت قطر، منظمات الإنسانية، منظمات حقوق الإنسان، وللأسف الشديد لم يتغير أي شيء، ولم يكن هناك يعني إلا تقدم طفيف، لأنه قطر فقط تنظر إلى شيء واحد، هو انتهاء إنشاءات الاستادات الخاصة بكأس العالم قبل الموعد، وأن يكون كأس العالم يعني على مستوى عالي دون أن تراعي الإنسان. ولكن الطريف أنه هذه الإنشاءات وهذه الاستادات ربما يعني ستتعرض لشيء لم يحدث في تاريخ الرياضة من قبل. عدد أو سعة هذه الاستادات تفوق سعة سكان قطر. قطر دولة صغيرة، تعدادها قليل، من يقبلون على مباريات الكرة أو غيره أعدادهم محدودة، الاستادات تستوعب مئات الآلاف. ولذلك قطر ضمن الرشوة التي قدمتها للبلدان التي وافقت على استضافتها كأس العالم هي أنها ستهديها بعد انتهاء كأس العالم التجهيزات، الكراسي، أجهزة كمبيوتر غيرها، ستهديها لبعض البلدان. وللأسف كما قلت قطر تعاملت مع المنشآت ولم تتعامل مع البشر الذين يبنون هذه المنشآت، وهذا الأمر ليس بجديد على السياسة القطرية كما تعلم أستاذ أشرف. بالتأكيد. أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام، طبعا أنا شاكرة جدا لحضرتك وعلى هذا الشرح في خلال المكالمة الهاتفية. القمع والظلم والاستبداد الحقيقة يعني صفات مقترنة بشكل كبير جدا لحكم أردوغان لشعبه، لدرجة أنه خلى قرايبه بيهدروا 140 مليار دولار. عايزين نعرف أكتر عن سياسات أردوغان القمعية والاستبدادية في سياق العرض التالي، ونرجع تاني لحضراتكم.
الأستاذة نوران عوضين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات معنا دلوقتي على التليفون. أستاذة نوران تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. لو مساء النور، لو بنتكلم في السياسة القمعية للصحافة للإعلام للمعارضة للأكراد وللشعب التركي الحقيقة اقتصاديا أيضا، وهبوط الليرة التركية بشكل مباشر وغلاء الأسعار على الأتراك، ممكن نتكلم في الموضوع ده إزاي وتداعياته على إيه على المشهد التركي إذا استمر الوضع على نفس الحال؟ طيب مبدئيا خلينا نتكلم بشوية أرقام كده بخصوص ما يتعلق بالاستبداد والقمع. إحنا عندنا أرقام بتتكلم إن من محاولة الانقلاب الفاشلة اللي كانت في 2016 وصل عدد الحالات الاعتقال لحوالي 80 ألف شخص، وتم عزل وإيقاف عن العمل نحو 150 ألف شخص. وفي يونيو الماضي بس كان في حكم بالسجن مدى الحياة 121 شخص. طبعا هنا يعني الأرقام نفسها ضخمة جدا. الخطاب التركي بشكل عام ناحية أي حدث مضاد أو غير ذي جدوى شعبيا يعني بيتم إلائه إن هو ضد يعني من كانوا المسببين للانقلاب، أو إن هو بيتذرعوا إن مثلا حصلت مثلا على سبيل المثال قريبا كان في حرائق في ولاية هاتاي تم توجيه فيها الاتهام للأكراد إن هم المتسببين فيها. فبالتالي هو يعني بقى أصبح متخصص في توجيه الاتهام سواء للأكراد بأن هم بيحاولوا يثيروا زعزعة الاستقرار، أو طبعا للموالين لحركة الخدمة أو فتح الله جونة. لو هنتكلم بالتخصيص على الأكراد فإحنا بنتكلم أن هم كانوا نجحوا في انتخابات البلدية مارس 2019 ان هم يحصدوا حوالي 65 بلدة، ان هم يرقصوا ويتولوا ادارة 65 بلدة. حاليا اللي في ايديهم اقل من 10. ليه؟ لان النظام التركي قدر يفرض وصايته على 81%، بمعنى 51 بلدية عزل رؤساء البلديات الاكراد منها وعين بدلهم موالين للعداله والتنميه او حتى طبعا يعني اعضاء في الحزب. كمان ما ننساش في حاله كرديه يعني ليها ثقل وهو صلاح الدين دمرتاش، هو الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطيه والمسجون حاليا في السجون التركيه، بالرغم ان المحكمه الدستوريه العليا يعني اصدرت قرار بالافراج عنه لان سجنه حاليا اصبح مخالف للقانون، لان مده توقيفه او فتره احتجازه تجاوزت الحد الاعلى المسموح به، لكن من الواضح تغول السلطه التنفيذيه وعدم يعني صحه ما يطلق عليه استقلاليه القضاء او استقلاليه السلطه القضائيه. في محكمة ثانية طلعت بقرار وقالت ان لا مش هنفذ الحكم ده، برغم ان ده حكم اعلى جهة قضائية موجودة في الدولة لإدانة دمرتاش بقضايا اخرى. اذا الانتهاكات كثيرة الحقيقة يعني للمشهد التركي زي ما حضرتك كده ذكرت، يعني على سبيل المثال هذه الانتهاكات. أنا شاكرة جدا لحضرتك الأستاذة نوران عوضين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، كنت معانا عبر التليفون. فصل قصير ونعود لحضرتكم من جديد، دائما ابقوا معنا. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي عالصعب، وعرفت أنا لما كبرت
ان اللي تفكر فيه يقدر واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم ورهنوا عليك تخسروا وكسب. انا ابن مصر انا ضد الكسب انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسي مقدرش اعيش ابدا يوم. بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد. بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر انا ابن مصر قلبي نسي مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر انا ابن مصر انا ضد الكسر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسي مقدرش اعيش ابدا يوم. انت عايزاه خليك لاولادك يا رب خليك من كل شر يا رب واحنا تحت امرك. كل ام كبيره مصدقاني وبتدعي وكل اب كبير مصدقني وبيدعي. ابنكم ان شاء الله شريف وامين ومخلص. يتحقق ما تحقق إلا بيكم بالمصريين بشعب مصر. أنا صحيح بتكلم برفق دايما لأن الشعب المصري قاسى كتير وحقه علي أن أنا أبقى رقيق معه. أعتبر أن إنسانيتي أكبر من وظيفتي. التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3. انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3 والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. حيث وصلت إلى ميناء نوفروسيسك بدولة روسيا وحدة من القوات البحرية المصرية للمشاركة في فعاليات التدريب وجرت لها مراسم استقبال رسمية وسط حفاوة ترحيبية كبيرة من الجانب الروسي. وتضمنت مراسم الاستقبال كلمة لقائد الوحدات البحرية المصرية المشاركة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية للعناصر المشاركة في التدريب مشيرا إلى أهمية هذا التدريب نظرا لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أعرق القوات البحرية على مستوى العالم. كما أعرب قائد الوحدة البحرية الروسية
عن عميق امتنانه بإقامة هذا التدريب في بلادهم، مما يسهم في تبادل نقل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين. كما تضمنت المراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدينة نوفروسيسك تخليدا لذكرى استشهادهم خلال الحرب العالمية الثانية. وقد بدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية ومؤتمرات تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر. يأتي التدريب المشترك جسر الصداقة 3 في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري لكلا البلدين. التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3. تحياتي لحضراتكم من جديد. أنا هدخل في الموضوع على طول وارحب بالكاتبة الصحفية الكبيرة والعزيزة جدا الأستاذة فريدة الشوبيشي. أستاذة فريدة تحياتي لحضرتك. تحياتي. أنا فرحت بشكل شخصي بما قالوا لي أستاذة فريدة. والله معي. العظيم وأنا برضو فرحت. وحشتينا جدا. وحشتيني جدا خاصة في حوار الفايك. فاكرة أول لقاء بينا كان أنت؟ طبعا. لا يعني إن شاء الله يتكرر أكتر بقى. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طبعا زي ما حضرتك يعني تابعتي من اول الحلقه، انا قلت كده في المقدمه شويه مقتطفات كده في التغيير الثقافي لمصطلح مصر الجديده، التاريخ الاجتماعي تحديدا. لو بنتكلم على تمكين المراه، بنتكلم على تمكين الشباب، لو بنتكلم على ذوي القدرات المختلفه والخاصه، لو بنتكلم عن العماله المصريه بالظبط، نقدر ان احنا نقول ايه في المواضيع دي؟ نقدر نقول ان زي ما انا قلت من زمان قوي ان احنا ربنا بعت لنا هديه اسمها عبد الفتاح السيسي. وبالمناسبه كل سنه وهو طيب واحنا طيبين بيه، يعني هو طيب بينا واحنا طيبين بيه، هو زي ما قال كده انا معاكم وانتم معايا، يعني تمام. طيب التكامل يعني بين الاثنين. فاللي انا عايز اقوله ان هذا الرجل زي برضو من ملاحظاتي انا قبل كده اعترفت لك وقلت لك ان كل ده مسبوق صح، فانا ربنا يديك الصحه عندي خبره برضو شويه. فالراجل ده مفيش حاجة في مصر سايبها. الله أكبر يعني، وربنا يديله القوة ويديله البصيرة أكتر وأكتر كمان. يعني زي ما أنتي قلتي وضع، إحنا وضعنا كلنا كان سيء، وضعنا كل وضع المصريين كان سيء، وإلا عملنا ثورة ليه؟ إحنا مش مفتريين، ما كناش عايشين في سويسرا وعملنا ثورة. إحنا عملنا ثورة عشان كنا يعني في حالة وحشة، يعني صرنا على الوضع اللي إحنا فيه. المرأة كانت أوضاعها سيئة، الرجل كانت أوضاعه سيئة، ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم كانوا أعضائهم يعني ظروفهم سيئة. كل دول هذا الرجل اللي هو يعني مش قادر أقول لك، على فكرة لما تبصي في عينيه وهو بيساعد واحدة كبيرة في السن تبصي تلاقي حنان وصدق وصدق، وما فيش ولا بيبص إذا كان بيتصور ولا ما بيتصورش. مش دي قضيته مش شو يعني؟ لا، لان في ناس تيجي كده مثلا اجي الوقت انا اسلم عليك واعمل كده عشان شو بيصوروني ولا لا، صوروني ولا لا بالظبط كده، او صورني وانا مش واخد بالي. فدي حاجه فدي حاجه خلت كل الاطراف دي يعني كل مكونات المجتمع المصري وثقت فيه، بدليل 35 و40 مليون. وطبعا لما يجي الغرب أو المنظمات اللي بتتمول من قطر وتشتغل مع الإرهابي أردوغان وكل دول يقول لك انقلاب هتتحكي. هو إيه اللي مخلي مصر صامدة وجه كل الأكاذيب؟ إن إحنا اللي عايشين، يعني هما مش عايشين، يعني لا إحنا اللي عايشين الواقع، عايشين الحقيقة بتاعتك. تمام؟ فلما إحنا عايشين الحقيقة، لما يقول لي مثلا ها زي ما عملوا ديكنار وقال لك ابو عزيزي المصري، يعني قلت لهم ابو عزيز ده هيقول لنا ايه؟ هيقول لنا يا جماعه انتوا كنتوا ساكنين في عشش وفي عشوائيات بشعه، وهو وداكم عمارات حلوه ومساكن حلوه، ازاي تقبلوا؟ انتوا لازم تصروا عليه. هو كده يا جماعه، انتوا مثلا كنتوا بتاخدوا دواء ومفيش علاج للفيروس سي ولا لاي حاجه، 100 مليون صحه لازم تصوروا عليه، ده خففكم من فيروس سي. حاجات مجانيني انت عارفه، لانه الناس اللي ما عندهمش قضيه، الناس اللي هم مخربين لازم يكذبوا. طب استاذه فريده، انا دايما يعني بستثمر وجود حضرتك كده معايا بشكل شخصي وبشكل عام للجمهور برضو، عشان يعني حضرتك عاصرتي
كذا مرحلة تاريخية في مصر. ربنا يا رب يديك الصحة. لو بنتكلم في مصر الجديدة اللي أنا بقول لحضرتك عليها، إيه التغيير الثقافي والسلوكي اللي إحنا بدأنا نشوفه في مصر في آخر 6 سنين مثلاً؟ لو إحنا بندي مثال بالضبط، إحنا بنرجع تاني في رأيي مصر اللي أنا كنت بحبها، اللي هي مصر إيه؟ التكافل. إنك أنت مثلاً زمان، دايماً بقول لما كان الشارع اللي إحنا فيه، أنا كنت ساكنة في حلوان، الشارع اللي إحنا فيه كان كبير، لو حصل فيه حالة وفاة مفيش فرح يتعمل ولا مظاهر من أي مظاهر احتفال، كان فيه إحساس بالآخر. أنت في السنوات الأخيرة هنا، وإحنا شفنا ده متصور، إن بيبقى فيه واحد ضربته عربية والناس تشوفه كده وتمشي تكمل، ده بيرجع تاني. لا، إحنا بنرجع نسترد مصريتنا، لأنه هذا القائد يعني رجع يأنسن مصر تاني، لأن مصر فجر التاريخ، مصر فجر الضمير. إزاي توصل لكده؟ فإحنا النهاردة يعني بنبتدي نرجع تاني لهويتنا، نرجع تاني لأصولنا اللي هي يعني عملت الحضارات اللي محدش عارف لغاية النهاردة، محدش عارف الأهرام اتبنى إزاي مثلا، يعني لغاية النهاردة محدش عارف ولا لاقي نظرية كيفية بناء الأهرام. فأنا بقول إن إحنا كان خسارة إن إحنا يعني نبقى بالصورة اللي كنا عليها في قبل ثورة يونيو. طيب اللي لعبت فيها المرأة دور عظيم، قدروا الرئيس وقال إن هي اللي ولادها طلعوا، وأنا دايماً أقول كده والحمد لله إنه قال كده برضو، إن المرأة المصرية ولادها هم اللي طلعوا حموا مصر من التفتيت. وده يعني مشروع نبقى نتكلم فيه أكيد طبعا. حضرتك ذكرتي كده بشكل سريع، بس أنا يعني حابة أن احنا نتكلم في الموضوع ده شوية. المنظمات المشبوهة دايما بتمثل وجه كده صريح وعدائي لمصر طبعا، كل ما بتنجح أكتر طبعا. زي مثلا Human Rights Watch، لو احنا ادينا على سبيل المثال للحصر، لو حد اتكعبل في مصر تطلع بيان، لكن لو مثلا في أي دول تانية ممكن يحصل قتل وانتهاكات إنسانية يمكن استعرضناها خلال حلقتنا، مفيش، لا أسمع لا أرى لا أتكلم. الكيل بمكيالين أو الإزدواجية في المعايير دقي، أنا بسميه الكيل بمكيال واحد، اللي هو ضد كل حاجة شريفة وكل حاجة محترمة منذ قرون، يعني هم كده منذ قرون. يعني انت عندك مثلا منظمه حقوق الانسان دي اللي بيقولوا عليها هيومن رايتس مش عارفه ايه، تمام. طيب دي ما بتشوفش اي حاجه بتحصل في تركيا، ما بتشوفش اي حاجه بتحصل في قطر، ما بتشوفش اي حاجه بتحصل في اي دوله، ما بتشوفش اي حاجه، اي جريمه ارتكبها الغرب. ما تنسيش ان احنا الربيع العربي ده كان لتفتتنا، وكان مشروع مصر هي اللي افشلته، وانا بقول لك ده وانا عارفه انا بقول ايه. مصر مزقت مشروع الشرق الاوسط الكبير، اللي كان فيه من ضمن ما فيه لا قدر الله كانت مصر 5 دويلات، وقالوها علني، انا مش بخترع ده، كيسنجر قال اكبر ضمان لبقاء اسرائيل في المنطقه العربيه هو تفتيت المنطقه الى دويلات عرقيه وطائفيه. ولذلك اخترعوا لنا حاجات كتير هنتكلم فيها لما مرة أنا وإنت، ليه اخترعوا إيه وعملوا إيه. بس هي الفكرة إنه إنت النهاردة لما يجي ناس يقولك الله إزاي إنت تمسكي تسجني واحد أو تحاكمي واحد كان بيقتل مثلا، زي الإخوان اللي كانوا بيقتلوا في سيناء، وزي الإخوان اللي كانوا بيقتلوا هنا، وزي اللي قتلوا النائب العام بتاعنا، وزي اللي قتلوا يعني الشهيد شبركات أنهي اللي كان اللي زوجته سامية زين العابدين كان اسمه مش فاكرة ايه، المهم يعني كل دول. لا، فأنا حتى قلت إن حرية رجاء بالظبط، قلت إن حرية الاغتيال اغتيال للحرية. يعني أنت عايز ناس جايبهم لي عشان يقول لو أنت مش بيطلع، ويقول لك لو أنت جوزك ظابط هيموت، لو ابنك ظابط هيموت، لو الله، ده بيقولوا كده، ده اسمه يعني جهر، اسمه لا اسمه يعني حث على انك تقتلي، تحريض، يعني تحريض على القتل. طب تحريض على القتل ده ما حدش قال عليهم كلمه ليه؟ طب ليه ما فيش حد في كل المنظمات العظيمه دي
قال لا الجماعه اللي في قطر اللي في اسطنبول دول اللي عند الخواجه اردوغان اللي فاكر نفسه خليفه ها فاكر كده يا عيني حرام مسكين هيتجنن على فكره احلام يقظه لا ان شاء الله يعني ده مش احلام ده تخريف لانه ده مش قادر يفهم انه بلده دي اتعملت بعد مصر ما كان بقالها الاف السنين موجوده الاف السنين مش مئات يعني وبعدين الجيش المصري هو اللي قهرهم ما تنسيش يعني فاللي انا لما اجي النهارده الاقي ان الناس دي بتتكلم بحريه كده ومفيش كلمه مفيش كلمه على التحريض وعلى الكذب يعني انا بقول ان هم طبعا لازم يكذبوا اصل هيقول لي ايه هيقول لي حقائق هيقول لي انت عندك قائد النهارده بيعمل بيبني مصر من جديد بيعمل مصانع عمل قناه تانية جنب القناه ضعف الدخل مصر من هذا المشروع وعملت حوالين القناه فرص عمل وعملت وبيعمل طرق عشان الناس اللي تيجي يقول لك ليه بتعمل طرق يعني مش عارفه مين اللي كان فيه وبيقول الاستثمار في البشر وليس في الحجر طب الحجر ده ما هو بيخدم البشر يعني انت النهارده لما تيجي تطلع عندك مصنع على ضفاف القناه مثلا وعايز تروح الاسماعيليه او تروح يعني بورسعيد اي مدينه في او القاهره وكل الطرق مكسره وما انتش عارف تنقل البضاعه بتاعتك تعمل ايه هتمشي هتقول لنا باي باي لا خليكم انتوا كده يعني اللي بيحصل النهارده في مصر هو تاسيس مصر المستقبل تاسيس مصر ولادك واحفادي يعني لا احفاد ابني بقى ربنا يدي لحضرتك الصحه الاستاذه الكبيره العزيزه جدا الاستاذه فريده شوبيشي الكاتبه الصحفيه انا شاكره جدا لحضرتك الوقت كان الحقيقه صغير جدا معلش. بس انا كان نفسي كان يبقى اكتر من كده لكن ضريبه دايما الهوى زي ما حضرتك عارفه نورتيني وشرفتيني شكرا والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في متابعه حلقه النهارده من برنامجكم الحقيقه تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي اي عبد الرحمن الى اللقاء